السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. ممكن نكلم الشيخ خالد؟ نعم يسمعك الشيخ. تفضل أخي عبد الله. كيف حالك يا شيخ خالد؟ أهلا وسهلا مرحبا أخي. حفظك الله شيخ. الله يحفظنا وإياك. يا شيخ بس أبغى لو تكرمت تأصيل في مسألة العشاء ومسألة التراويح والقيام. متى بدأت مسألة القيام ومتى بدأت مسألة التراويح وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على صلاة القيام بوقت محدد أو متى بدأت صلاة القيام بالوقت هذا؟ أنا أبغى المسألة يا شيخ لو تكرمت مسألة عامة وحنا يا شيخ نأخذ بقولك يا شيخ. الله بإذن الله أخي عبد الله إن شاء الله تعالى. شكرا لك شكرا أخي عبد الله. صاحب الفضيلة أعود لأخي عبد الله وطلب التفصيل والتأصيل في مسألة القيام والتراويح يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. القيام في رمضان من أجل القربات عموما وخصوصا في العشر الأخير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر التي هي إحدى ليالي العشر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القيام كانت صفته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة: ما كان من حيث العدد ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 تركها في رمضان ولا في غيره. من حيث العدد واضح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يزيد على 11 تركة. من حيث الطول النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتت صلاته طولا، ففي الترمذي في سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة في ليالي العشر إلى شطر الليل أو إلى ثلث الليل، وصلى بهم ليلة أخرى إلى شطر الليل، ثم صلى بهم في الليلة الثالثة حتى خشوا ألا يدركوا الفلاح يعني السحور، وهذا يدل على طول القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع في طول القيام، لم يكن على عمل واحد، والأصل إلا أنه كان يصلي لنفسه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتموا به مرة وهو لا يدري، ثم لما علم بهم صلى بهم ليالي ثم ترك خشية أن يفرض عليهم. بعد ذلك جاء زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم زمن عمر، فرأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين، فقال: لو جمعناهم على إمام واحد. فجمعهم على أبي بن كعب وتميم بن الداري رضي الله عنهما، وخرجوا رأهم قد اجتمعوا على هذا الإمام على هذين الإمامين، فقال: نعمة البدعة، يعني نعمة الأمر الجديد الذي لم يكن معمولا به من قبل، لكن أصله في فعله صلى الله عليه وسلم، فليست هذه البدعة التي هي بمعنى الإحداث، إحداث أمر لم يكن مشروعا من قبل. استمر العمل على هذا، واختلفوا في عدد ما صلى به أبي رضي الله عنه في أصحابه لما أقامه عمر، فقيل 21 وقيل 23 وقيل صلى بهم 11 ركعة، وأصح رواية أنه صلى بهم 11 ركعة، لكن كانوا يطيلون القيام حتى يستندون من طول القيام ويستعينون بما يعينهم على طول القيام. وبهذا نعرف أنه لم يكن هناك صفة محددة للقيام في زمن الصحابة رضي الله عنهم، بمعنى أنه كان يصلون أول الليل ثم يأتون في آخر الليل على نحو معين، لكن حدث مع الوقت أنواع من المراعاة لأحوال الناس، فكانوا يفصلون بين الصلوات، ومنه هذا الفصل الذي حدث في عمل الناس اليوم، وهو امتداد لما كان في الزمن السابق، حتى أن ابن رجب ذكر نظيرا له، وأظنهم كانوا يسمونه الترجيب أو شيء من هالقبيل، نسيت الاسم بالتحديد، لكن سماه ووصفه بما عليه عمل الناس اليوم من الفصل، يصلون أول الليل شيء ثم يجتمعون للصلاة مرة أخرى. من حيث الجواز والصحة لا حرج في هذا، والصلاة وتكون الصلاة صلاة واحدة ولو تفرقت. قيام الليل يحصل لمن تابع الإمام حتى ينصرف، هل هذه المتابعة في لصلاة أول الليل أو لآخر الليل؟ الأمر في هذا واسع، وأرجو أن من قام مع الإمام فصلى 11 ركعة في آخر الليل أنه يكون قد حقق قيام الليل، ولو صلى مع الإمام الذي وتر في أول الليل وصلى 11 ركعة فإنه أو ما شاء الله وما سهل من الركعات فإنه يكون قد حقق القيام المطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
المسألة في هذا قريبة. ومن الناس من يفضل الصلاة في البيت لأنه كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. أنا أقول ما كان أصلح للقلب فالزمه، فإنه في الأمر سعة.